انا السيده وفاء الزاهدي مشتكيه لمهدي العالمي القموري. دابا انا امام المحكمه ديال عين السبع، كنتسنى يجي، مازال ما جابوش لحد الان، مازال ما عرفت حتى شي حاجه واش مزور. انا بعد ما عطيتش الموافقه ما عنديش طلاق، مازال ما عرفت حتى شي حاجه. ماما ولد شدود 48 ساعه مشدود لحد الان، اليوم يقدموا وكيل المالك غنشوف واش بصح مجوج، واش بصح كيفاش زول الوراق، كيفاش دار، واش بصح انا مطلقني، جبت لي ورقه طلاق لحد انا ما عارفه والو. لا ما عنديش ورقه طلاق، لا ما الورقه عندي، لا ما عمري ما عطيته، ما عمري ما نعطي الموافقه، لا ما عمري ما نعطيش الموافقه، لا ما غاديش نعطيه. لا تمرك الخويا غنسمح ليه، ويني فين هي السمعه ديالي حدا الناس، فين هي الكرامه ديالي، فين هي الحاله النفسيه ديالي. انا شو هادي 10 ايام ولا اكثر من 10 ايام وانا مكرفصاش، من 10 ايام هادي مشهر واحد وانا مليوحه، فين الحاله النفسيه ديالي؟ واش هو غيعوضها ليا؟ ما غادي يعوضها لتي شي حد، غيعوضها ليا القانون، وانا غيعوضها ليا. انا التجأت للقانون ومكمله مع القانون بوراقيه ماشي بهضرتي. هادشي حسيت بالحقرة، يعني حقر المرأة حقرها، يعني المرأة يعني عنده لا شيء، المرأة ما كتسوي حتى شي حاجة، المرأة يعني صافي. لا ما داش، ما داش حساب العشرة حتى العيالات قبل من ما غادي يجي أنا يدير لي، راه ماشي أنا السادسة، غيدير لي غيدير الآخر، دار الآخرين غادي يدير لي أنا. إوا سي نورمال غيوجه، خليه فهموني يحط لي الدلائل، أو دو فاسون ما كاينش سرقة بين المرأة والراجل. وانتم باش تشوف لا فيديو بان الضربه قامت، يعني اون فوا غنهز الفراش، غنهز الحاجه المهمه، هو الفراش شفتو لا فيديو، باقي الفراش باقي كلشي، يعني غنهز شي حاجه ني ديال الفراش بعدا غنستافد منها. ما سوى الطروبين، انا اصلا ما عنديش حق نسوق الطروبينه ميريكانيه، يعني ما عنديش بيرمي ديالها. هطلع ما كاين، يعني ما كاينش واحد مثلا غيخلي السوارت، والحمد لله اللي بعدا قال السوارت ما قالش الله يستر شي بيان سو غتكون ضحيه. ويلي لا غتكون ضحيه، لا باقا صغيره ما عارفه والو، هي نشوف بحال هي خصها تفرح، خصها لا هي ما نحملهاش المسؤوليه. ومع ان ذلك هي واخا قد فاتني ما غاديش نلومها، نخليها منها لضميرها، ما نقدر بحال اختي الصغيره، بحال بنتي باش اختي الصغيره. يلا لا ما غاديش نسمح ليه، لا ما غاديش نسمح ليه، لا انا مع رب غادي يعوضوا لي حقي، لا ما نسمحش، لا انا واقفه، انا مازال مصبح وانا واقفه، مازال واقفه غير حقي مع القانون، بغيت القانون ياخذ لي حقي. هادشي لي غادي الا تاكدت انا مزوج عقد الزواج وبان هو والقانون خدا حقي، غيبرد الغيل ديالي، يعني مازال ما بردش. شكرا.